عايزه ابويا يغفر له كمان. بنحب بعض وبنزعل من بعض. عشان هو بيعملي كده فانا عملت له كده. وهي بتاخد التابلت بتاعي. ممكن اروح التصوير؟ يلا اطلع فوق تاني سوا. حاجات معموله من الخرز، حاجات بتتلبس في الايدين، حلقه ميدالية على شكل عينين، نكلس، جراويشة، حلقة، سلسلة صغيرة وسلسلة كبيرة، دي أنسيرة على شكل عينين كذا عينين، وعقد فيهم كلهم عيون، عين 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 عين، الحلق والغويشة شبههم يعني الدورية اللي بتكون جوه عينيهم زي. عارفة شفتهم قبل كده كتير. أنا شفت العين دي في عين السخن في المدرسة. بشوف ناس لابساها في محلات الاكسسوارز. كنت بشوف الغويشة اللي هي فيها عيون، شفتها قبل كده خمسة وخميسة. لو أنا ركبت تاكسي مثلا بشوفه معلقة على المراية من قدام مثلا، كان محطوط كده عين خمسة وجواه عين صغيرة. أنا معلقاهم ومامي معلقاهم. معلقة عقد بيها. سلسلة شفتها قبل كده كانت متعلقة على الباب. حاجة هي مش حقيقية بس هما بيؤمنوا بيها، حاجة اسمها الحسد. حسد؟ لا مش عارفة معناها ايه. مش عارفة. لا مفهمش حاجة زي كده. انا معرفهاش، بس هي مثلا سمعت عنها قبل كده في التلفزيون بس. يعني وحشة. يعني ايه يعني وحشة؟ بيتكلموا يقولوا شفتي الراجل هو عيني وحش ازاي؟ مفيش اي عين زي التانية. حد عجباه قوي الحاجة دي وهو نفسه فيها وعجباه قوي، ممكن تقع تتكسر. انا احيانا بيجرى معاك مثلا ابقى رسمة رسمة حلوة جدا، اليوم اللي بعده معرفش ارسمها اصلا. يعني لو لعبت كويس قوي في الماتش ده مثلا وجريت بسرعة وكده ممكن نلاقي مثلا تتجزع او كده. مرة واحد اجبت جون فقال لي برافو عليك، بعدين جيت عشان العب تاني رجلي وجعتني. لو حد مثلا ايه قال الله مثلا دي حاجه حلوه قوي او كده، بعد كده اقول له خمسه وخميسه في وشك بس كده.